النهارده هنتكلم على الانتر بشكل خاص، على الكره الايطاليه بشكل عام، مع واحد من اهم نجوم ايطاليا واساطيرها في كره القدم، مهاجم ايطاليا الحقيقه حقق نجاحات كثيره جدا سواء على مستوى الانديه مع انترناسيونالي او مع اليوفنتوس، وايضا الحقيقه يمكن يكون اهم انجاز ليه كان مع منتخب ايطاليا اللي فاز بكاس العالم في اسبانيا سنه 82. اليساندرو التوبيلي ضيفنا في السادسه النهارده من خلال الفيديو كونفرنس. طبعا بدايه برحب بيك معانا، شرف كبير جدا لينا انك تكون موجود معانا في السادسه، وخليني ابدا كلامك مع الانتر. ابارك لك بدايه طبعا بوصفك واحد من اهم وابرز نجوم الانتر على التتويج ببطوله الدوري الايطالي. انا اشكركم على عرض الفقره الجميله للانتر ميلانو، كما هو فخر لقناه الاهلي، فخر لالتوبيلي ان يظهر الى قناه من اعظم قنوات العرب والرياضيه، قناه النادي الاهلي، نادي عظيم له مسيره كبيره في الكره الافريقيه والكره العربيه، وبتابع النادي الاهلي وقمت بتحليل بعض المباريات مع بعض زملائي عندما كنت في قناه بين سبورت، قمت بتحليل جميع المباريات للنادي الاهلي عندما كان يلعب بدور الابطال افريقيا، ومتابع جيد لمباريات مصر كمنتخب في كره القدم. الاهلي عظيم مثل الانتر واليوفي. بشكرك شكرا جزيلا، وهبتدي كلامي استغل فرصه وجودك معايا وابتدي بالانتر اللي كان من المتوقع او من المفترض، وانا واحد من اللي بيعشقوا الكره الايطاليه والانديه الايطاليه، وتاثرت الحقيقه بنجاحاتهم في بدايات يعني في التسعينيات بشكل كبير وفي بدايه الالفيه الجديده، لكن الانتر الحقيقه في الوقت اللي كان مفترض انه يشهد اكثر استقرار بعد تتويجه بلقب الدوري، بنلاقي انه العلاقه بتتوتر مع كونتي المدير الفني، وكلام عن رحيله، والكلام على الاستغناء عن نجوم الفريق. رأيك لده، وإيه ممكن يأثر على مشوار الإنتر في السيزن القادم أو الموسم اللي جاي؟ في البداية أشكركم على تهانيني بالإنتر ميلانو. الانتر هذا العام اظهر قوه الانتر المعتاده والذي اعتاد عليها جميع الفرق العالميه والاوروبيه. فوز الانتر ببطوله الدوري امر طبيعي بعد كم الاموال التي صرفت على الفريق وعلى انطونيو كونتي وانتدابه كمدرب للانتر. الان الانتر لديه مجموعه قويه من مجموعه، لكن بالنسبه لرحيل انطونيو كونتي كان مفاجاه بالنسبه لي ومفاجأة لجماهير الانتر التي صدمت من الخبر، ولكن الإدارة الصينية كان لهم أمر آخر. الأمور في الانتر وميلان وإيطاليا تتم إدارتها بطريقة مختلفة عن جميع الدول الأوروبية. اليوم ليس كالأمس، ليس كالغد، مشاكل كثيرة الآن داخل جدران الانتر. أعتقد أن الانتر سيعاني الموسم المقبل، لأن مجموعة الانتر إذا بقيت ستعاني لأنها اعتادت على طريقة أنطونيو كونتي. طيب، ودي النقطة اللي حابب أتكلم معاك فيها أكتر سينيور التوبيلي، فكرة أنه جماهير الإنتر كانت متوقعة من إدارتها أنها تدعم الفريق عشان يبقى عنده القدرة على أنه ينافس في بطولة دوري أبطال أوروبا مرة تانية، بطولة دوري الأبطال تشامبيونز ليج، وكان من المفترض أنه بداية تحافظ على قوام الفريق الموجود حاليا وتدعم الفريق بصفقات تانية، على العكس من ده اللي سمعته واللي نقلته الصحافة أنه في تفكير في الاستغناء عن أبرز نجوم الفريق. هل بترى ضرورة لده، وهل من الممكن أنه إدارة الفريق تكون مجبرة على اتخاذ قرار من نوع الاستغناء عن لوكاكو، عن لوتارو مارتينيز، عن إريكسن وغيرهم، أشرف حكيمي وغيرهم من النجوم؟ للأسف ما حدش كان يعتقد أو وينتظر إقالة أو فسخ تعاقد أنطونيو كونتي إدارة إنتر ميلانو في هذا التوقيت. لديهم العديد من المشاكل الاقتصادية، أكبرت الفريق بعد اجتماع دار بين أنطونيو كونتي وإدارة النادي الصينية على بيع بعض اللاعبين، الأمر الذي قوبل بالرفض، تم رفضه قطعا من أنطونيو كونتي، وانتهى الاجتماع بعد أقل من 15 دقيقة على بدايته، وتم الاتفاق على فسخ التعاقد، لأن كان كونتي شرطه الوحيد بقاء لاعبين مثل لوكاكو، لوتارو مارتينيز، أشرف حكيمي، باريلا،
العديد من اللاعبين. بدون هذا بدون هؤلاء اللاعبين لن استمر كمدرب. وهو ما رفضته الاداره الصينيه وقالت تضحيه بالمدرب كان امر سهل بالنسبه لهم، لان الامور الاقتصاديه في الانتر لم تكن على تراب، وذلك رغم فوز الانتر بالدوري الايطالي. هي علامه استفهام كبيره الحقيقه فيما يتعلق باهم او اشهر الاسماء في عالم التدريب في ايطاليا، لانه حتى المدير الفني اللي استطاع التتويج بالبطوله لقب بطوله الدوري الايطالي الكالشيو بعد غياب دام 9 سنين سيطر فيهم اليوفي برضه الحقيقه ترك تدريب الانتر ناسيونالي. في الوقت نفسه الحقيقه ما فيش في الفرق المقدمه على الاقل تقدير العشر فرق الاوائل في جدول الترتيب فرق قدرت تحافظ على مديرها الفني غير الميلان اي سي ميلان واتلانتا. تبريرك لده ايه ورغبه كل فرق الدوري الايطالي في تغيير الادارات الفنيه؟ ان يعلم ان الاداره الصينيه لم تقم باقاله انطونيو كونتي. فيرميامو ميستر ان اتيمو sto facendo la traduzione in arabo. هناك امر جديد علمته اليوم خلال اتصالاتي مع اداره انتر ميلانو، ان انطونيو كونتي خلال الجلسه طلب التعاقد مع اكثر من 3 لاعبين من اجل المنافسه على دوري ابطال اوروبا، الامر الذي تم رفضه من جانب الاداره الصينيه، وهو ما اجبر كونتي على فسخ التعاقد في الاجتماع. تمام. وفيما يتعلق ببقيه الانديه، يعني بنتكلم على اليوفنتوس اللي برضه استبدل اندريا بيرلو بماسيميليانو أليجري، اعتقد كمان عدد كبير جدا مورينيو بيظهر في الموسم الجديد مع روما. كتير من الانديه الايطاليه قررت تغيير الادارات الفنيه في موسم الحقيقه يمكن يكون او في حدث بيعتبر بتهيألي الاول من نوعه. في الدوري الايطالي الامور مختلفه ولا تستطيع ان تتوقع الامور داخل الاداره. الانتر يشعر بكثير من الخزل، جماهير الانتر حزينه من رحيل انطونيو كونتي. على الامر الاخر بالنسبه لروما، جماهير روما سعيده بانتداب مورينيو. جماهير لاتسيو تشعر بالاسف لان سيموني انزاجي، عايزين نقول باع الفريق او خزل جماهير لاتسيو بتعاقده مع الانتر. لكن الكره الايطاليه غريبه في كل شيء، الامور في ايطاليا تدار بطريقه مختلفه لا تستطيع ان تتوقعها. من كان يعتقد ان مورينيو سيعود الى الكره الايطاليه؟ هذه مفاجاه، الم تكن مفاجاه ايضا لك؟ متوقع نجاح لمورينيو مع روما، مع اس روما؟ مورينيو شخص مثير للجدل، هو شخص ناجح. توقع النجاح او الفشل يتوقف على المدرب نفسه. روما ليست الاداره التي تنفق الكثير من الاموال، ولكن عندما انفقت الكثير من اجل مورينيو تعني ان مورينيو يمثل شيء كبير بالنسبه لهم. طيب بالحديث عن الكره الايطاليه خليني اسالك على رايك في ان الاتحاد الاوروبي هيمنع الموسم القادم فرق كبيره ليها باع طويل في دوري الابطال زي يوفنتوس زي برشلونه زي ريال مدريد من المشاركه في دوري الابطال، وانه الامر يمكن خد اجراءات تنفيذيه ووصل للقضاء. بسبب دوري السوبر الاوروبي ورغبه الانديه دي طبعا في المشاركه فيه. بالنسبة لبطولة السوبر ليج أعتقد أن هناك 12 فريقا إذا تمت البطولة، هؤلاء 12 فريقا مصرون على لعب السوبر ليج لأنها ستدخل لهم العديد من الأموال والعديد من العوائد الاقتصادية الكبيرة. لكن بوجهة نظري أن السوبر ليج هتدمر الكرة الأوروبية وتهدد بطولة كبيرة اعتدى عليها الجميع كدوري أبطال أوروبا. الناس ممكن يعتدون عليها في المستقبل، لكن السوبر ليجا والأمر قد ذهب إلى المحكمة. أعتقد أن الأمر العام القادم سيكون صعب، لكن هناك بعض العديد من الفرق الألمانية، الفرق الإنجليزية، الفرق الأسبانية كريال مدريد ستتم الموافقة. وعلى هذا النحو قد يكون أمور صعبة خلال المحاكم الأسبوع المقبل. الأمر صعب، سوبر ليجا
شيء لن ينتظره الجميع. والجميع من هذه الأندية يريدون الانضمام لهذه المنظومة من أجل الاقتصاد وليس أقل، لكن إذا كان يريدون المتعة فدوري أبطال أوروبا أولى وأفضل وله تاريخ. من الناحية الاقتصادية سينيور ألتوبيلي ومن الناحية الفنية، كتير من الأندية الأوروبية الكبيرة عانت بشكل كبير الموسم الحالي، هل تتوقع أن دي ممكن تكون فرصة للأندية الإيطالية اللي كانت الحقيقة ضيف دايم في منصات التتويج بالبطولات الأوروبية الكبيرة؟ بتكلم على أندية بحجم الإي سي ميلان، بتكلم على اليوفي، بتكلم على إنترناسيونالي، إنها تستعيد رونقها مرة تانية، إنه الكالتشيو يصبح الوجهة الأولى لكبار نجوم كرة القدم في العالم، إنه الأندية الإيطالية يبقى عندها القدرة على المنافسة بقوة في المشهد الأوروبي سواء في اليوروبا ليج أو في الشامبيونز ليج؟ يجب أن تعلم شيء مهم جدا، الكرة الإيطالية تبقى أعظم كرة في العالم، ونحن من جعلنا للكرة العالمية طعم خاص. نحن كنا عظماء وما زلنا عظماء. أنت رأيت إيطاليا عام 83 و84 والتسعينات، كنا العظماء وسنعود العظماء. وعن سؤالك إذا كان إيطاليا ستعود لتتسيد الموقف، أنا أعلنها من خلال ومن خلال قناة الأهلي، الأندية الإيطالية ستعود بقوة. لكن للأسف هذه الأيام نحن ليس لدينا الكواليتي الإيطالي كما كان من قبل. أتحدث عن بعض اللاعبين، للأسف آخر فريق في الدوري الإيطالي وأول فريق ليس لديه مواهب إيطالية. بنتكلم عن جميع الدوري الإيطالي، لو تكلمت عن آخر فريق في الدوري الإنجليزي مقارنة بأول فريق في الدوري الإيطالي يملك مواهب أكثر مننا، لأن لديهم المال ولديهم الاقتصاد. جميع اللاعبين يذهبون إلى إنجلترا، يروحون إلى أسبانيا لريال مدريد لبرشلونة. جميع المواهب وذهبت لأتلتيكو مدريد ويذهبون إلى بروسيا دورتموند. تسمح لي أقف معك في النقطة دي سينيور ألتوبيلي تحديدا، لأنه حتى إذا كانت في رغبة أو قدرة للدوريات الخمسة الكبيرة على استقطاب المواهب، أنا بتكلم حتى على قدرة إيطاليا على تصدير المواهب. يعني ما أعتقدش أنه في جيل جه في الكرة الإيطالية ما قدم لناش نجوم سوبر ستار في أماكن كثيرة جدا في كل المراكز الحقيقة، من أول دينو زوف، بوفون في حراسة المرمى، مالديني ونيستا وفرانكو باريزي في الدفاع، أندريا بيرلو، فرانشيسكو توتي، أليساندرو ديل بييرو، فيليبو إنزاغي، لوكا توني وغيرهم، وطبعا ألتوبيلي وباولو روسي هو من نفس الجيل اللي انت يمكن لعبت معاه، نجوم على مدار أجيال مختلفة. النهاردة لما بص على منتخب إيطاليا وهو رايح يشارك في بطولة اليورو 2021، أغلبهم وجوه غير معروفة لجماهير الكرة في العالم اللي بتعشق الكرة الإيطالية والمنتخب الإيطالي. للأسف أنت على حق، جابريني، زوف، برونو كونتي، ألتوبيل، باولو روسي، غراتسياني، البيوني، داربيتي، أورياني، للأسف أنا أؤكد لك لن ترى هذه المواهب. الكرة الإيطالية تغيرت، للأسف تم تحجيم الكرة الإيطالية وبعض النجوم ذهبوا بعيدا عن الدوري الإيطالي. كرة القدم اليوم أصبحت تلعب من أجل المال وليس من أجل الفريق ومن أجل المنتخب. لكن أقول لك من خلال البرنامج أن مانشيني لديه مجموعة كبيرة، وأقول لك انتظر إيطاليا في بطولة اليورا. اليوم أقدر أقول لك أن المنتخب الإيطالي هذه البطولة في اليورا سيقوم بعمل كبير، وأتمنى أن أحضر إلى القناة مرة أخرى معك وأكسب الرهان على منتخب إيطاليا، لأن مانشيني يقوم بعمل كبير. وأقول لك من خلال البرنامج مرة أخرى، إيطاليا عادت، إيطاليا وعادت شباب إيطاليا. القائمة المدعوة أنا متفائل بها.
متوقع ان المنتخب الايطالي بتشكيلته الحاليه تحت قياده مانسيني يوصل لغايه فين في البطوله في ظل منافسه اعتقد انها هتكون شرسه مع منتخب زي المنتخب البلجيكي، منتخب فرنسا، منتخب المانيا وايضا المنتخب الانجليزي وكلهم منتخبات مرشحه. انا اعتقد في هذا التوقيت ان ايطاليا دي مانسيني، لان لازم نقول ايطاليا مانسيني اختاروا افضل مجموعه من اجل بطوله الامم الاوروبا. 23 لاعب من افضل اللاعبين في ايطاليا حاليا تم اختيارهم من مانسيني، وقاموا بعمل مباريات كبيره مع مختلف فرقهم. احيي مانسيني على اختياره للقائمه النهائيه التي تم اعلانها اليوم. هناك بعض اللاعبين من الانتر والبعض من اليوفي. مستر كيني بينسي، دوفا اريفا لايطاليا كون مانسيني؟ للاسف بعض اللاعبين لم يتم استدعائهم. مانسيني قام باستدعاء الافضل واكد لهم على المهمه التي تنتظرهم، ان بطوله اليورو قد تكون نقطه. فيرميامو ميستر بارليامو كي ني بينسا بير كوانتو ريغواردا ميستر سيمي بي. لازم اللعيبه تلعب من اجل التيشيرت، لازم اللعيب يلعب من اجل المنتخب زي ما كنا بنلعب من قبل. طيب انا طبعا بشكرك وتشرفت جدا بوجودك معانا، واتمنى ان انا اقابلك بعد انتهاء بطوله يورو 2021 وبارك لك بفوز المنتخب الايطالي، وبشكرك على وجودك معانا وتوعدني اذا ظهرت معانا يبقى تيشرت النادي الاهلي موجود في الخلفيه زي تيشرتات الانتر. انا شايف الانتر وشايف اي سي ميلان وشايف البرتغال، فتيشرت النادي الاهلي يكون موجود معاك المره اللي جايه. اشكرك، انا اعشق الاهلي وفخر لي ان اقوم بوضع تيشيرت الاهلي بجانب هؤلاء التيشيرتات. اريد ان اهني الاهلي بفوزه بسوبر افريقيا، واعلم ان الاهلي فاز بالبطوله منذ يومان، والاهلي سيعبر ريال مدريد. شكرا لكم، شكرا لحضراتكم، استمر بمشاهده الكره المصريه. الاهلي سيفوز، بعشق ابو تريكه، حازم امام، وكل اللاعبين المصريين، كل اللي قابلتهم خلال تحليل المباريات، وكنا لهم كل احترام واحييهم من خلالك، وحظ سعيد للكره المصريه وللنادي الاهلي، وشكرا لكم. سينيور التوبيلي شكرا جزيلا لوجودك معنا من خلال السادسه، وان شاء الله يتكرر لقائنا بيك مره ثانيه، ويكون شرف لينا لو جيت لمصر، يسعدنا ان احنا نستضيفك على شاشه النادي الاهلي وداخل طبعا قلعه الحمراء قلعه النادي الاهلي.